مفيش مشرع يقدر يخالفه ولا يقول اي تميز بين المرأة والرجل في اي مجال. يمكن تكملها الكلام معالي استاذي الفاضل احمد بيه. النيابه فعلا كان ليها الرياده وقضاء الدوله والنيابه الاداريه، ولكن مع الاسف مجلس الدوله، وهم مع الاسف ان انا اهتم بهذا الصرف العظيم يعني مجلس الدوله، يعني بدات حياتي فيه ونهيت حياتي فيه. لغايه دلوقتي مش مقتنع، مقتنعين بالفكره، بس يمكن عندنا ظروف تتعامل شويه يعني بتقفل استعانه للمرأة في مجال عملنا، واحنا مجال عملنا بالعكس ده أدعى ما فيهوش تلاقي النيابة العامة نزول ومعاينات وشيء من هذا القبيل. عملنا يعني الإنسان اللي بيتعامل مجلس الدولة من أول يوم للمقاضي يقعد على المنصة أو في إدارة الفتوى أو في التشريع، فما فيش الإرهاق اللي بيحصل للمرأة في شغلها في النيابة. ولكن إن شاء الله قريبا سنسمع إن إحنا يعني فعلا بدأنا نستعين بالنصف الآخر من الدولة. قضية تمكين المرأة وتكافؤ الفرص ومعارضة التمييز إنما ترك صداها في النصوص، فقد بدأت روح النصوص بتاعت أهمية دور المرأة المصرية وتتصل بحقوقها وحرياتها وتضعها على قدم مساواة مع الرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وليس على أدل من ذلك ننظر تشكيل مجلس النواب الحالي في 89 امرأة منهم 75 نائبة منتخبة و14 معينين، يعني 89 منتخبة ده يعني دخلت بالفحة وبشخصيتها، يعني ليس سهلة هذا العدد يمنع، انما ده اكد المجتمع نفسه بدا نظريته للمراه تتغير. وهنا عن تجربه، انا وزير المسؤول عن البرلمان وعلى وصل حركه وصل جيل البرلمان والحكومه، ويسعدني جدا اقول ان انا لما تعاملت مع النيابات المحترمات صراحه عندهم غلط وصبر وكفاح، ولما يكون عندها مشكله يعني تقعد لغايه ما تخلص، فيعني تجربه ناجحه بكافه المقاييس ان شاء الله. وطبعا الدوله، انا اؤكد على دعم الدوله والحكومه الكامل لحقوق المراه، وانها لم تتاخر في اتباع السياسات اللازمه واتخاذ الاجراء والتدابير الكفيله بمكافحه اي مظهر من مظاهر التمييز الذي قد تتعرضه المراه. ده وارد طبعا، وقوفنا جميعا مع كل المواطن تمتعها بكامل حرياتها وحقوقها. وفي النهاية أود أن أتوجه إليكم جميعا بخالص الشكر على دعواتكم الكريمة لي اليوم والإشراف في فعالية هذا المؤتمر، متمنيا أن يكمل هذا العمل الهام بالنجاح والسداد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.